هل كل شخص من كبار السن أجرى عملية جراحية كبرى يجب أن يدخل إلى غرفة العناية المركزة بعد إجراء هذه العملية؟ بمعنى آخر، هل تتعارض العمليات الجراحية التي تجرى تحت البنج العام مع صحة كبار السن ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات محفوفة بالخطر على حياتهم؟ اليوم سنتحدث بملف تفصيلي عن التخدير وكبار السن مع ضيفي الدكتور صالح عطية، اختصاصي التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم التداخلي. حياك الله معنا دكتور صالح. الله يحييك يا أهلا وسهلا. يعني كبار السن والتخدير يمكن أكثر فئة حساسة في التعامل حتى نفسيا عندما تتعاملون معهم وتواجهون لهم الأسئلة التقييمية قبل إجراء التخدير. هاي الفئة دكتور من عمر كم إلى كم تعتبرها كبار سن في التخدير؟ كبار السن يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني خلينا نحكي هي المواطنين اللي هم يعني في مرحلة التقاعد، ممكن الواحد يحكي اللي هو خلينا يعني إذا بدنا نصنف كبير السن أو الشاب أو الصغير، يعني فترة المراهقة تحسب لفترة ال 15 إلى ال 20 الشباب، وتمتد إلى آخر الثلاثينات. البالغين من اللي هي هاي الفترة إلى فترة الستينات، هذا كتصنيف أساسي. لكن التصنيف الثانوي اللي هو ككبار العمر إحنا بنحكي يعني ممكن فوق الستين يعني. نعم يمكن هذا الجواب بيزعل كثير ناس للأسف يعني، بس خلينا نحكي هذا سر ابتسامتك يعني في بداية الجواب. هو فعليا في كبار العمر يعني ممكن يكون عمره 70 سنة بس صحته أحسن من واحد عمره 30 نعم. سنة صحيح، فالموضوع صحيح. لا يقاس بالعمر كرقم. نعم دكتور، فعليا هل من ممنوعين من إجراء العمليات الجراحية تحت تأثير البنج العام من كبار السن؟ هو مش ممنوعين، بس خلينا نحكي إنه في ظروف خاصة لتخديرهم، تمام، لازم تتوافر. وفي كمان إذا بدنا نحكي إنه لما يكون واحد وضعه الصحي حساس، نعم. ما بقدر أحكي له إنه لا ممنوع من العملية، بس بدنا نشوف الخيارات اللي هي مسموحة له. لانه احنا في عندنا ريسك موجود ضمن اللي هي المهنه او الخطوره، وبنقاس هذا الريسك والخطوره حسب وضع المريض الصحي بشكل عام. لانه احنا الوضع الفسيولوجي للمريض هو بيحتم علينا بعض الاجراءات اثناء التخدير. بمعنى انا اذا عندي مريض وضعه الصحي من ناحيه القلب تعبان شوي او الكلى تعبان شوي، بكون ميال انه اتجنب التخدير الكامل مثلا، بكون ضمن الخيارات المتاحه اللي ممكن التخدير المناطقي او التخدير الموضعي او التخدير النصفي، فهذا بيجنبنا انه ندخل في مضاعفات مثلا للتخدير الكامل. اذا ما الاسئله التقييميه دكتور التي تطرحونها على الشخص كبير السن راح يجري العمليه او ذوي حتى تعرفوا حالته الصحيه والاعراض الحيويه؟ مثل اي حاله ستي، يعني الموضوع لازم نكون مقيمين وضع المريض تمام بشكل عام، من ناحية اللي هي الوظائف الحيوية اللي عنده، تمام، من ناحية ضغطه، نبضه، نسبة الأكسجين عنده، تشبع الأكسجين في الدم، وظائف الكلى، في عندي مشاكل صحية، ضغط، سكري، مشاكل في القلب. هاي شغلات بسموه الهيستوري، تمام، اللي هو التاريخ المرضي للمريض، بيعطيني آلية اللي أقدر أصنف فيها المريض حسب تصنيف اللي هو الأمريكان سوسايتي في أنستيزيا اللي هي جمعية التخدير الأمريكية. في تصنيف بسموه الـ ASA، تمام، بيكون إما درجة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، وبناء عليه بيكون اللي هو نسبة المضاعفات قد تكون أعلى، تمام، كلما زاد هذا التصنيف. من الذي يختار نوع التخدير المستخدم دكتور؟ طبيب التخدير ولا طبيب الجراح ولا المريض؟ هو قرار بيكون مشترك ما بين طبيب التخدير، اوكي، وما بين الجراح، وموافقة المريض على ذلك. بمعنى انا ممكن اشوف انه التخدير النصفي حيكون افضل للمريض، بس ممكن يجي المريض يرفض هذا الخيار، اوكي، فبالتالي انا بالنسبه لي ممنوع، يعني شغله اللي بسموها عندنا كونترا انديكيشن، غير مسموح لك، تمام، انك تعمل تخدير نصفي مثلا لمريض والمريض رافض هذا التخدير. نعم. حتى لو كانت حالته الصحيه تستدعي مثلا اجراء بنج عام. حتى لو كانت حالته الصحيه تستدعي، تمام، في عندنا شغله اسمها الكونسنت اللي هو موافقه المريض. يجب ان يوقع على ذلك انه اما بالرفض او بالايجاب، واذا موافق تمام بده يكون برضه لازم علينا نشرح له شو المضاعفات،
اللي ممكن تترتب على ذلك أو كأثار جانبية. ممكن تعطوه دكتور حقن أو أدوية معينة مهدئة قبل دخول غرفة العمليات؟ نعم صحيح، في بعض الحالات تستدعي، خصوصا أنت بتعرف الاسترس بحد ذاته تمام هذا كفيل أنه يرفع الضغط عند المريض ويرفع نبضات القلب بالشكل العام، فما بالك واحد داخل عارف حاله راح يعمل عملية، وإذا كانت العملية خطيرة أو عملية مثلا خلينا صغرى أو كبرى، مش كل الناس عنده خلينا نحكي قابلية تقبل إنه ممكن نعمل له تدخل جراحي، ففي بعض الناس بيصيبوا أرق قبل بليلة مثلا ما بيعرف ينام، هذا بحاجة إنه برضو ياخذ مهدئ قبل بيوم، في بعض الناس بنضطر نعطيهم مهدئ قبل ما يدخل غرفة العمليات لعدة أسباب، يعني مثل ما حكيت لك التوتر، بالإضافة إنه في رد الفعل الفسيولوجي كستريس تمام حيزيد عندنا نبضات القلب، حيزيد عندنا الضغط، ممكن يؤدي الى انه نؤجل العمليه، تلغى العمليه او تؤجل. اذا دكتور عند دخول غرفه العمليات كم المده المستغرقه في اعطاء التخدير للمريض؟ وفي دكتور اسمح لي نشاهد مثلا انه يكون التخدير بالتنفس واحيانا تخدير حقنه، شو الاختلاف بينهم؟ اوكي طيب، الشق الاول من السؤال مده التخدير كأنه أخلي المريض من حالة أنه اليقظة إلى الدخول في النوم، هاي ممكن تأخذ معنا من دقيقتين خمس دقائق، ممكن تأخذ معنا ساعة، لأنه مش كل حالة مثل أختها. بمعنى تمام لما تجيني حالة طارئة مثلا عملية قيصرية طارئة، مثل لما أكون مثلا بدي أدخل على عملية قلب مفتوح، صحيح أوكي، هاي إلها تحضيرات وهاي إلها تحضيرات تمام. أحيانا بنواجه مشكلة في وضع مثلا اللي هو الكانولا، ممكن يعني يكون عملية جدا بسيطة والمفروض ما ياخذ معنا أي وقت تمام، بس أورة المريض مثلا تكون صعبة، هذا على أبسط شيء ممكن يكون. وفي بعض العمليات بحاجة أنك تحطي قسطرة رئيسية، بحاجة أنه توضعي قسطرة شريانية لقياس ضغط الدم المستمر خلال العملية، فالموضوع نسبي، ما في شيء أقدر أحكي لك أنه والله خمس دقائق بكون مخدر المريض، هو فعليا ممكن تكون بعض الحالة، إذن من حالة لأخرى وحسب طبيعة العملية. 100%. والفرق دكتور ما بين التخدير بالتنفس أو التخدير بالحقن؟ أوكي، التخدير بالتنفس تمام، عادة هذا وسيلة من أو طرق إيصال التخدير، اللي هو التخدير عن طريق التنفس، بكون غاز معين أوكي، بيصير فيه له تعبئة في الرئتين، غاز معين يصير له تعبئة في الرئتين، وهذه عادة نستخدمها مع الأطفال تمام، لأنه أنت بتعرفي أحيانا بيكونوا غير متعاونين، أحيانا بيكون وضع الكانيولا بيكون بالنسبة لنا في نوع من أنواع الصعوبة من حيث تقبل الطفل لذلك، فبالتالي بيكون أفضل طريقة لذلك. لكن لما يكون واحد كبير في العمر لا، أنا بفضل اللي هو أعطيه عن طريق الوريد يكون خلال دقيقة نايم. من الأكثر خطورة دكتور، التخدير بالتنفس ولا التخدير بالحقن؟ ما في شيء أقدر أحكي لك عليه أنه أخطر تمام، هي عبارة عن ردة فعل للجسم على التخدير. الفعالية واحدة دكتور؟ الفعالية واحدة تمام، ولكن آلية العمل مختلفة. دكتور بما أننا ذكرنا التخدير بالتنفس، شو بالنسبة للتنفس أثناء العملية، هل يتوقف؟ حسب التخدير، التخدير نصفي تمام، التنفس لا يتوقف، يعني التخدير العام يتوقف. التخدير العام نعم يتوقف، كثير من الناس راح تخاف. الناس لا، لما تعرف انه الموضوع هو توقف مصطنع مؤقت تمام، يقوم به طبيب التخدير لعمل حاله للجسم انها تكون مناسبه للحاله الجراحيه. بمعنى احنا لما يكون المريض بده يتخدر تخدير كامل، محتاجين انه نعمل شلل في مكان العمليه تمام، هذا كلمه شلل ككلمه بتخوف تمام، بس احنا كمصطلحات طبيه يعني لا اجد بديل لها اني اجملها تمام، فهو الفكره حاله التوقف في العضلات تمام اللي احنا بنعملها، هاي بتكون نتيجه دواء احنا بنعطيه بنسميه مصر ريلاكسنت. هذا مفعول المصر ريلاكسنت بيشتغل على العضلات الاراديه اوكي وعلى الرئتين اوكي، فبالتالي انا بدي اشبك المريض على جهاز تنفس صناعي اوكي، وانه هذا الشيء مدروس، يعني حتى مستوى كميه الاكسجين اللي بياخذها، الضغط اللي بيكون داخل على الرئتين، كميه الهواء اللي بيتم فيه الدفع فيه الى الرئتين، هذا كله مدروس. فلا بالعكس، المريض المفروض ما يخاف، كون انه في طبيب التخدير موجود ما هو دارس هذا الموضوع اصلا لاجل هذه الحاله. كبير السن تحديدا دكتور بماذا يشعر اثناء التخدير؟ كبير السن مثل صغير السن، كله المفروض ما يشعر شيء أثناء التخدير، يعني ما في اختلافات وما بيشعر ما شيء. في اختلافات من ناحية اللي هو الشعور
تمام. احنا بالعكس احنا بدنا التخدير انه المريض ما يشعر اثناء العمليه، لكن الاختلاف ما بين صغار السن وكبار السن في الموضوع انه اصلا الوظائف الحيويه عند كبير السن بتكون مختلفة عن صغار السن، بمعنى تمام يعني هو مجهود زي أي مجهود مثلا رياضي، لما كبير السن يروح يلعب رياضة مش زي صغير السن. فبالتالي أنا لما أحكي لك مثلا مثل ما ذكرت لك أنه في ستريس عندي، تمام، طب أنا في عندي ارتفاع في ضغط الدم بده يصير فسيولوجيا يعني كوضع طبيعي. طب لما يكون عندي مريض أصلا ضغط دمه مرتفع، تمام، قلبه هل مثل الشباب؟ لا مش بالضرورة، تمام، الكلى عنده، الرئتين، فالوظائف الحيوية عنده تمام مختلفة تمام عن صغار السن. هل يستمر تأثير البنج بعد انتهاء العملية لساعات مثلا؟ في بعض الحالات تمام، إذا يعني خلينا نحكي مدة عملية كانت طويلة، كانت 4 ساعات 6 ساعات، الإفاقة تبعته مش بالضرورة إنه يكون خلال 5 دقائق يصحى المريض تمام، وإنه ولا كأنه عامل عملية. مدة الإفاقة كم تكون؟ مدة الإفاقة بتختلف من مريض للتاني حسب وضعه، في بعض الحالات بتاخذ تقريبا 10 دقائق، بعض الحالات بتاخذ ساعة، وفي حالات بتاخذ 3 ساعات، وفي حالات تاني يوم ليصحصح ويصير أموره كويسة. لكن بالمجمل تمام إحنا المرحلة الحرجة تمام اللي بنخلي المريض فيها في فترة الإفاقة المتوسط تبعها بيكون ساعة زمن. دكتور، إذا شو السبب بأنه المريض خصوصا كبار السن ممكن يدخل بكوما بعد العملية؟ عادة ما تنسب الأسباب إلى طبيب التخدير والبنج المستخدم. انت متذكر في اول اللقاء كنت بتحكي الجنود المجهولين؟ ما عشاننا مجهولين تمام، احيانا يتم وضع الاسباب يعني لذلك. والله دائما نقرا وفاه مريض بسبب جرعه زائده من التخدير او خطا من طبيب التخدير والناس كلها بتصدق. طيب خلينا نوضح هلا في فرق ما بين التخدير زمان والتخدير الايام هاي. زمان كانت علامات المراقبه، عفوا أجهزة المراقبة للعلامات الحيوية تمام مختلفة، ما كان في تطور تكنولوجي موجود. الآن في عندنا تطور تكنولوجي، الأجهزة نفسها بتقيس كمية التخدير، الغاز المسال اللي رايح، كمية عفوا ضغط الدم اللي موجود، نسبة الأكسجين بطريقة مستمرة تمام، وبيكون طبيب التخدير موجود وبقيس كل شيء ومتابع على كل شيء، بيكون معاه مساعد التخدير وفني التخدير، يعني الموضوع فريق عمل موجود كامل متكامل للإشراف على وضع المريض أثناء العملية. لما نيجي نحكي والله مريض زمان مثلا كان أخذ جرعة تخدير ومات، يعني أنا ما عصرت هاي الأيام، بس يعني ممكن بالقياس أجي أحكي لك والله ممكن مثلا أنه كان يعني العلم التخدير مختلف، حتى كأدوية التخدير كانت مختلفة تمام، ممكن يكون لها أثار جانبية كانت تعمل هاي المشاكل، بس الأيام هاي حتى الأدوية تحسنت وتطورت يعني. لكن بشكل عام خلينا أحكي لك في بعض الحالات المريض نفسه حالته حرجة، يعني داخل في مثلا تسمم في الدم، في عنده مشكلة في القلب، عضلة القلب في الوضع الطبيعي يعني ما بتتحمل أي مجهود، ما بالك أنه يعمل مجهود عملية تمام ويخضع للتخدير وتخدير كامل. المشكلة نفسها وضع الصحي للمريض، هذا بدخلنا لتصنيف الخطورة بشكل عام. خلينا نحكي الخطورة، بكل الحالات العملية تعتبر عالية الخطورة. نعم هي أصلا عالية الخطورة صحي، سواء جراحيا أو تخديريا تمام، فممكن لكن إنه ما الحق كله يروح عليكم، يعني قضاء الله وقدر وعد خلص. شوفنا إذن دكتور، متى يمكن للتخدير أن يتسبب بحدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشاكل مثلا في الرئة أو الكلى؟ طيب نرجع لنفس الموضوع تمام ونفس النقطة، كانت حالته الصحية سيئة أو إنه مثلا واحد عنده الكلى عنده تعبانة، أوكي خلينا نحكي وظائف الكلى كرياتينين فيها عالية، أو إنه مثلا قوة عضلة ضخ القلب مثلا ضعيفة، فلما بدنا يدخل على العملية الاسترس بحد ذاته وفي تغيرات فسيولوجية بدها تصير تمام، يعني حتى في بعض الأدوية التخدير ممكن تعمل درجة بسيطة من الهبوط في الضغط تمام. هذا الشيء موجود في كل الأجسام بيتم تعديله، الضوابط الموجودة داخل الجسم عن كبير العمر بتكون مختلفة قليلا، فبالتالي لازم يأخذ بالحسبان وضع المريض الصحي تمام، حتى الجرعة اللي يأخذها المريض، طريقة أعطاء الدواء ومدة أعطاء الدواء، وهل هو في حالة مثلا جفاف، هل نسبة الأكسجين على المستوى العادي عنده جيدة أم لا،
كلها هاي الأمور لازم أن تقيم، وبالتالي إحنا بندخل في مراحل بنسموها للتقدير ما قبل العملية وأثناء الاندكشن بسموه العملية والمينتنس اللي هو خلال العملية وفترة الإفاقة، هاي هي مراحل التقدير. بحكوا لك دكتور إذا بدك تعرف أسرار بني آدم رافقه على عملية. رافقه في السفر. لا رافقه على عملية لأنه الهلوسة تكثر بعد بعد إجراء العمليات وخلال مدة الإفاقة تحديدا. نعم. ويمكن أنتوا عندكم شوية ضوابط أخلاقية تمنعوا دخول بعض الأشخاص أو حتى مجمل الأشخاص لغرفة الإفاقة احتراما لخصوصية المريض لأنها واردة. صحيح. شو سبب الهلوسة بعد التخدير دكتور؟ سبب الهلوسة من مضاعفات التخدير والأثار الجانبية للتخدير في شغلة نادرة ولكنها قد تحدث، اوكي، بسموها بوست انستيزيا ديليريوم اللي هو خرف ما بعد التخدير او ما بعد العمليه، وهذا مؤقت ويختلف من حاله لاخرى ومن مريض لاخر وحسب نوع الادويه المعطى، ويعني لا يمكن التنبؤ بانه هذا المريض حيصير معه هذا الشيء او لا، لكن لما بتصير تمام يعني حتى يعني الفتره اللي بصير فيها ممكن تكون عباره عن دقيقه وممكن ما تصير اساسا وممكن تجلس خمس دقائق فيها كحد اقصى. الهلوسات دكتور تكون حقيقيه يعني يقول حقائق المريض ولا هي فعليا هلوسات؟ لا مش بالضروره. لا يؤخذ فيها بتاتا. دكتور السؤال هل يمكن للبنج ان يؤدي الى الوفاه؟ ممكن البنج يؤدي إلى الوفاة، أي شيء في الحياة ممكن يؤدي إلى الوفاة لأنه هذا قدر وقضاء من عند الله يعني، ولكن إحنا اللي بنحكي إنه إحنا بنأخذ بالأسباب وبنعمل علينا، يعني الواحد ممكن يطلع يركب سيارته لا سمح الله يعمل حادث مثلا ويتوفى الله، ما في شيء معين الواحد يقدر يحكي إنه هذا يؤدي إلى الوفاة تمام، لكن لما يكون الشيء مدروس ومحمول حسابه بطريقة صحيحة تمام، هون يعني تخفيف الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة بشكل عام، لكن عندما يحين القدر خلص. لا دكتور، كم المدة المسموح بها لإجراء عمليات جراحية متعاقبة من ناحية إعطاء التخدير خصوصا لكبار السن؟ يعني مثلا في مدة معينة تسمحوا فيها وبعدين تحكوا أنه هاي المدة ممكن تكون محفوفة بالخطر إذا تقاربت خلال العمليات الجراحية؟ والله شوفي يعني في بعض الحالات تستدعي أنه واحد ممكن يعمل تخدير أو عملية بشكل عام، لما نحكي عملية وتخدير مربوطين ببعض. أنه محتاج يعمل عملية اليوم، محتاج يعمل عملية تانية بكرة، أوكي؟ ممكن في بعض العمليات بيعمل عملية صباحاً تمام يضطروا يدخلوا عليه مرة تانية مساءً، فما في شيء محدد أجي أحكي لك إياه إنه لا هذا تخدر اليوم ما بنفع يتخدر تمام. فاللي بيحكم هو وضع المريض ووضع الحالة وشو أسباب ودواعي الدخول على المريض جراحياً. يعني ما راح تكون خطيرة عليه دكتور؟ إذا كانت خطيرة عليه أول مرة بتكون عليه خطيرة ثاني مرة. نعم. لكن إنه تعاقبها ما رح يحمل تعاقبها خطر. لا مش بالضرورة، بس لكن شيء غير محبذ يعني إلا إذا في داعي طبي للدخول. دكتور سؤال يحمل معاني عدة، إلى أين تذهب الروح أثناء التخدير؟ هل تبقى مستقرة في الجسد أم تنتقل إلى ملكوت الله؟ والله أنا قاعدة أحكي بلسان الناس. نعم. أول شيء تحياتي لكل الناس، بس كل اللي بحكي إنه الروح أمرها من أمر ربي، ويسألونك عن الروح، الروح من عند الله. صعب أجاوب على هذا السؤال، وأي إنسان أتوقع إنه صعب يجاوب عن هذا السؤال، لأنه إحنا أصلاً وإحنا صحيين الآن تمام مش عارفين الروح هي وين. أعطيك الوجه الآخر للسؤال. نعم. هل الإنسان يكون متوفى أثناء التخدير؟ لا، خلينا نحكي نايم. أثناء التخدير هو المعنى الألطف والأدق. آه، وهو فعليا لأنه هو هي مثل النوم، وظائف الحيوية شغالة، المريض وصل له نفس والدورة الدموية شغالة تمام. الوفاة يعني توقف كامل الأعضاء والعلامات الحيوية. لا قدر الله. كل الشكر لحضورك معنا الدكتور صالح عطية، اختصاصي التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم التداخلي، ونتمنى السلامة والعافية لكافة المرضى اللي راح يخضعوا لعمليات جراحية واللي خضعوا لعمليات جراحية. شكرا، تشرفنا فيك يا أهلا وسهلا.